حسب رأيكم حزب الله هل سيشارك في هذه المعركة إذا ما شرعت إسرائيل بالاجتياح البري؟ كل المقاومة الإسلامية الموجودة في العالم، في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، هي التي تصمم لنفسها أي وقت تدخل في أي تريد، والجمهورية الإسلامية كذلك أمرها بمستوى آخر وهي تصمم لنفسها. لا توجد هناك غرفة عمليات لمشاركة القرار فيما يخص المقاومة الإسلامية في عدد من البلدان، لأن تكون لبنان أو هناك منها في اليمن أو الذي منها في العراق؟ حتما إذا احتاج الأمر سوف تكون غرفة عمليات لهذه، وإذا احتاجوا ستكون لديهم غرفة عمليات، ولكن لحد الآن لم تكن ولا يحتاجوا لهذه الغرفة.